انطلاقا من وعيه الذاتي وبمبادرة فنية توعوية، أنشأ الفنان أسامة الشيحاوي مجسمات توعوية للتصدي لفيروس كورونا في مدينة السلامية، تضمنت أطباء يعالجون الأطفال ولوحة تحمل عبارة خليك بالبيت، إضافة لشخصية طفل يقوم بتنظيف يديه بشكل فردي. المجسمات اللي عم نشوفها هي عم توضح التصدي للوباء العالمي الذي اجتاح العالم، الوباء كورونا. وهذا الفنان استطاع من توالف البيئة أن ينظم مجسمات فنية لمواجهة الفيروس كورونا والتصدي له ونشر الوعي بين الناس، وتم إهداها للكادر الطبي في سلمية الذي يواصل عمله جاهدا ومشكورا وفي تعقيم الحارات والمحلات ونشر الوعي. أحد الفنانين بسلمية قدم مجسمات لها دلالة كبيرة ومعبرة، وبنعتبرها نحن ومعبرة. أول شيء يعني هي كعرفان للكادر الطبي بسلمية وللمنطقة الصحية بسلمية على عملهم الكبير اللي عم يقدموه. طبعا المجسم هو عبارة عن طبيب عم يعاين وعم يفحص المرضى، والتعبير الآخر هو وسائل الوقاية والحماية. يعني مثل ما انكم شايفين يعني الكفوف، الكمامات، الرداء، الجاون هذا اللي بيحمي الكادر الطبي، الحمايه الشخصيه للكادر الطبي، وكذلك الكمامه حمايه للكادر الطبي وحمايه للمراجعين لعدم انتقال العدوى لهم. المجسم الاخر اللي هو بكلمتين خليك بالبيت، هو معبر كثير عن الإجراءات اللي قامت فيها الدولة السورية من أجل الحفاظ على صحة الناس. الشيحاوي صنع 4 مجسمات من توالف البيئة وقام بوضعها أمام المركز الصحي بالسلمية لتبرز هذه المبادرة أهمية دور الأفراد بالوقاية والتصدي لفيروس كورونا وضرورة مشاركتهم في نشر الوعي على كامل الجغرافيا السورية.